من بدون مرة بدون محد. هذا مطار حمص. بدي تستغل قد ما تقدر من الليل وانت عم تمشي بالحمام، وانا من الفجر رح كون عم مشط المنطقة بالطيارة لحتى اشوفك. مستحيل اني اقبل بهي الظروف بخسارة الطيارة. انا كنت افكر انه داعش بدون يهجموا على تدمر، بس ما كنتش عارف انه صاروا بنص تدمر. من يوم ما هجموا هدول الكلاب على ضيعتنا وقتلوا بناتي ومرتي، ما عاد عرفت اعيش مثل الاول. صار في نار جواتي وعم تحرق كل شيء حوالي. انت اللي بتعرفني من يوم ما خلقت. شي مره شفتني خايفه؟ بلادي وطن من الفقراء. داعش يعني انا هلا مستشهد. تولد سعاده. بدنا نفرح ورح نبكي ورح نزعل. ابتسم. حامل 9 سنين وحامل. خلونا نقوم نصلي وندعي لهالبنت، ملكي الله بيخفف عنا عذابها. معقول نصلي ونحن مطهرين؟ انت لما عم تقتل هدول المدنيين والعسكريين عم يروح بيناتهم نساء واطفال. كل ما ليس معنا كافر. والبلد اللي اجيت منها وتربيت فيها واكلت من خيراتها. اكتبي. انا يوسف يا حمص. اول اسبوع من شباط 2014 صار اتفاق على خروج المدنيين من حمص القديم، وأنا كان صار لي شهور ما شفت ساحة حمص. مين بطلي؟ أنا. ومين بنتي وأمي وحبيبتي وأختي؟